أنفاق الإسماعيلية تدخل ضمن الخطة الحكومية لتنفيذ المشروع القومي لتنمية شرق قناة السويس بالربط بين شبه جزيرة سيناء بغربه وتقضي على متاعب المواطنين في التنقل بين سيناء والوادي والدلتا، كما أنها تساهم بنسبة كبيرة في توفير فرص الاستثمار. المزيد في سياق العرض المعلوماتي التالي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. أنفاق قناة السويس مشروع قومي هام يعد شريانا من شرايين الحياة، فقد حرصت الحكومة على زيادة حركة التنمية والتجارة من وإلى سيناء. فكان للأنفاق تلك مهمة خاصة، وهي الربط بين شبه جزيرة سيناء ومدينة الإسماعيلية وأيضا الوادي والدلتا. يكمن المشروع في تشييد 7 أنفاق أسفل قناة السويس، بدايتها من بورسعيد تضم 3 أنفاق، منهم نفقان للسيارات وآخر سكة حديد أسفل القناة جنوب بورسعيد. يبلغ عمق كل نفق نحو 40 مترا تحت مستوى سطح القناة وبطول 4 كيلومتر. ويشمل هذا المشروع أيضا تنفيذ عدد من الطرق السطحية لربط شبكة الطرق القائمة في المنطقة. أما الجزء الثاني من هذا المشروع فيقع في الإسماعيلية، والتي تضم 4 أنفاق، 2 منهم للسيارات ونفق سكة حديد وآخر للمرافق. يبلغ طول كل نفق 5 كيلومتر وعرض 11.4 متر، أما الارتفاع فيبلغ 5.5 متر. أما عن ماكينة الحفر، فقامت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بدراسة ومقارنة مواصفات جميع الماكينات المستخدمة عالميا، حتى وقع الاختيار على إحدى الشركات الألمانية لتصنيع وتوريد 4 ماكينات حفر. ويبلغ وزن هذه الماكينة أو وزن الماكينة الواحدة 2440 طنا، ويبلغ طولها الكلي 86 متر بطاقة 7000 كيلو وات، وتعمل تحت ضغط 7.5 بار كما تشاهدون على الشاشة. ويستمر العمل ويتواصل الإنجاز لسرعة الانتهاء من أنفاق قناة السويس كشرايين حياة لسيناء المستقبل. مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا سريعا لمشروع أنفاق قناة السويس. أشكركم شكرا جزيلا على حسن وطيب المتابعة.